حدث في أسبوع الثورة، الثلاثاء 2 يوليو 2013. في مثل هذا اليوم من أسبوع الثورة، رفض الرئيس الإخواني محمد مرسي الاستجابة لمطالب ملايين المتظاهرين، وأصر في خطاب تلفزيوني مرتبك على تكرار كلمة الشرعية 74 مرة. جاء الخطاب ليقضي على آخر أمل في الوصول لأية تسوية، فاستقبله المعتصمون في ميدان التحرير بالغضب، وطالبوا الجيش بالتدخل لمنع مرسي وقيادات الجماعة الإرهابية من السفر وإخضاعهم لمحاكمات ثورية. وهددت منصة الإخوان في ميدان رابعة بالزحف إلى مقر وزارة الدفاع، وسادت الفوضى محيط جامعة القاهرة بعد وقوع اشتباكات راح ضحيتها 3 مواطنين. وأصدر الأزهر الشريف بيانا دعا فيه مرسي للتنحي حقنا للدماء وصونا للأعراض والأموال. وتزايدت أعداد المتظاهرين المصريين في الخارج رافعين لافتات تمرد أمام السفارات المصرية، واتفق ممثلو القوى السياسية المتباينة على حتمية تدخل القوات المسلحة لحماية مصر من الانجراف إلى حرب أهلية. واجتمع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمرة الثانية لمناقشة بنود خارطة المستقبل.